لكن خلونا نروح لمباراه اليوم. مباراه مهمه النهارده في الدوري الممتاز، بطوله الدوري اللي النادي الاهلي هو حامل لقب بطوله الدوري السنه اللي فاتت وهو بطل الدوري. النادي الاهلي السنه دي ايضا كل الامنيات وكل التفكير ازاي النادي الاهلي يتوج ببطوله الدوري. النهارده مباراه مهمه. صعوبه المباراه النهارده ان دائما وابدا مباريات الاهلي امام البنك الاهلي مباريات بتكون قويه، مباريات فيها نديه. ايضا البنك الاهلي بيمر بفتره جيده مع الكابتن طارق مصطفى المدير الفني، في روح دماء تجددت داخل الفريق، فالنهارده هنشوف مباراه صعبه. ايضا مباراه اليوم صعوبتها ان النادي الاهلي خارج من مكسب كبير. مكسب هو كاس مصر امام نادي الزمالك. ودايما المباريات اللي بيكون فيها نشوه الفوز ونشوه البطولات لازم اللعيبه سريعا تقلب الصفحه علشان عندنا بطوله تانيه، وهو ده قدر النادي الاهلي. قدر النادي الاهلي بيدخل في بطوله يخلصها ما عندكش وقت للاحتفال. بطوله خلصت، احتفلت الجماهير، بقت تاريخ، بتقلب الصفحه وتشوف البطوله اللي بعديها. علشان كده مباراه النهارده مباراه صعبه، جايه بعد نشوه فوز ببطوله كبيره. وشفتوا مباراه الكاس، اداء النادي الاهلي ما كانش الشوط الاول خاصه قدم الكره الحلوه امام الزمالك، لكن الشوط الثاني كان فيه استفاقه، كان فيه تغييرات قلبت الملعب، كان فيه روح الفانيلا الحمراء اللي احنا دايما بنراهن عليها. حتى النادي الاهلي لو مش في افضل فتراته في المباراه، لكن دايما التركيز والروح والقتال داخل الملعب هي دي سمات البطل النادي الاهلي. علشان كده مباراه اليوم مباراه مهمه امام البنك الاهلي. ايضا النهارده في غيابات مهمه جدا، لاعبين اساسيين في النادي الاهلي، وده قدر كولر. كولر اللي دايما بيواجه في كل مباراه صعوبه، شفنا في مباراه الزمالك كان عنده غيابات مؤثره وغيابات مهمه، لكن الراجل عمره ما بيشتكي، دايما يقول عندي لعيبه، عندي لعيبه ممكن تلعب في اماكن اخرى. النهارده النادي الاهلي بيواجه صعوبه في خط الدفاع. لما تشوف ياسر ابراهيم، وياسر ابراهيم واحد من العناصر الاساسيه بيمر بافضل فتراته. النهارده غياب محمد عبد المنعم. النهارده موجود رامي ربيعه بس في خط الدفاع، ممكن نشوف عمر كمال عبد الواحد، ممكن نشوف خالد عبد الفتاح. لسه بعد شويه هنقول لحضراتكم التشكيل. لكن النهارده في صعوبات هتواجه مستر كولر، علشان كده مباراه النهارده مباراه مهمه، وحصد الثلاث نقاط في بطوله الدوري مهمه جدا. ايضا النهارده غياب اليو ديانج، غياب بيرسي تاو، يعني غياب الفلسطيني وسام ابو علي اللي كتب يعني شهادته بالنسبه لجماهير النادي الاهلي، وقال انا موجود وانا صفقه مهمه جدا ان شاء الله في الفتره القادمه. كلها غيابات مهمه وغيابات مؤثره، لكن ان شاء الله باذن الله عندنا ثقه كبيره جدا في كل اللعيبه اللي بتدي النهارده، كل اللعيبه اللي هتكون على دكه البدلاء، كل اللعيبه اللي هيطلبها مستر كولر في المباراه. وفي النهايه زي ما قلت لحضراتكم، الثلاث نقاط النهارده مهمين جدا علشان النادي الاهلي للسنه الثانيه على التوالي بيدور على البطوله المحببه والمفضله ليه.